عدوى بكتيرية خطيرة للغاية تعرف بالمكورات العقدية، تنتشر بمعدل قياسي في اليابان وقد تؤدي إلى الوفاة في حالات الإصابة الشديدة. صحيفة ذا جارديان قالت إن عدد حالات الإصابة بالعدوى في عام 2024 يتوقع أن يتجاوز الأرقام القياسية المسجلة في العام الماضي التي بلغت 941. أما في عام 2024 فإن عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 378 حالة إصابة في أول شهرين فقط، وعليه تزايدت المخاوف في اليابان من انتشار متلازمة الصدمية التسممية الفتاكة التي تعتبر إحدى المضاعفات النادرة والخطيرة على حياة المصابين ببكتيريا المكورات العقدية. المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية كشف عن تسجيل إصابات في جل محافظات البلاد، كما أكد أن البكتيريا تصيب كبار السن بكثرة، لكنها كذلك قد تتسبب في وفاة من هم أقل من 50 عاماً. أما عن أعراض العدوى فتتمثل في التهاب الحلق خاصة عند الأطفال، وربما تتفاقم المضاعفات إلى الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا وفشل الأعضاء، ومن ثم قد تؤدي إلى الوفاة خاصة عند البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، فيما تعالج عدوى البكتيريا العقدية بالمضادات الحيوية، وأحياناً تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة بالمستشفى.